قذرة يا بسنت يا بسنت. قولي نفسك بقى بسنت بسنت وسايب امك بتموت. روح هات للدكتورة، انا مش قادر اخد نفسي. حاضر حاضر حاضر. رايح فين؟ من على السلم اكل خلاص. عينيا يا امك. بسرعه يا ولا. حاضر يا شكري. امي جات لها الازمه بتاعت صدرها، هات لي الدكتور مسالك بوليه وتعب بسرعه. سلام. اتفضل يا دكتور. اتفضل اتفضل يا دكتور. من هنا من هنا. اوكي. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. ايه ده؟ مساء الخير يا طنط. ها المريضه فين؟ ايه المريضه فين؟ في الكوافير. ايه ده، راحت تجيب العريس؟ ايه يا دكتور، امي المريضه، طمني عليها لو سمحت. ابقى زمان بس ان شاء الله خير. ربنا يخليك، انا قلقان عليها جدا والله. ما تقلقش، الجو لطيف جدا والحياه ظريفه قوي قوي قوي. ايه بقى؟ ايه يا كتكوتة؟ ايه يا كاريكاتورة؟ على فكره على فكره ماما بتتدلع عليك، عايزه تعرف غلاوتها عندك. والله غاليه غاليه جدا، بس طمني عليها لو سمحت. انا مطمن، ماما حلوه الحمد لله. ماما حلوه الحمد لله. هو حضرتك دكتور اطفال؟ حضرتك ما تبوظليش شغلي، ده شغلي. طب اتفضل. يا اختي حبيبتي حبيبتي بابا يا حبيبي. كل كل انت جاي ترد على عيله صغيره يا دكتور؟ لحظه واحده اشوف شغلي. مش هينفع كده. حك 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 حك. ده كشف غريب جدا. قولي يا تيتي قولي يا تيتي. هي ما بتضحكش ليه؟ هي تعبانه؟ لا مش تعبانه، انا منكد عليها. وثانيه واحده هنكد عليك انت كمان. لو سمحت انا متوتر، شوف لي فيها ايه. ماما حلوه اطمن. ربنا يخليها لك. ها احنا جايبين بطيباتي. كله هيبقى تمام صدقني، كله هيبقى حلو قوي. دلوقتي ماما ساكنه فين؟ نعم ماما ساكنه فين؟ ساكنه في اول فيصل، بس ما بتعيا بنكشف عليها هنا. برافو عليك، برافو برافو برافو. قول لي بقى، لما بتطلعوا رحله مع بعضيكم هي بتطلع معاكم؟ ايه علاقه ده باللي هي فيه دلوقتي؟ بتركب الباص. مين اللي بتركب الباص؟ انت تركبي الباص يا كتكوتة، انت تركبي الباص يا بتبوتة. ماما حلوه. انا ثانيه واحده وهطردك لو سمحت، الدكاتره كتير. ارجوك طمني ان انا توترت. انا معلش انا اسف، انا مقدر توترك، بس ماما حلوه. انا عارف ان ماما حلوه. قول لي بس فيها ايه؟ هتبقى حلوه، اتاكد من كده. يا رب. اوكي يا رب. يلا قولي لي بقى، حاسه بايه؟ حرقان في قلبي جامد. حرقان في قلبي؟ اي حرقان في قلبي. حرقان في قلبي يعني ايه؟ لا يعني خطر يا دكتور. لا 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 مش خطر خالص. امال ايه؟ ماما حلوه. ماما حلوه ايه؟ انت حرقان في قلبي بتقول لك. حاسه بايه تاني يا حاجه؟ صدري كتر عليا، مش قادره اخد نفسي. صدرك مش قادرة تاخد نفسها؟ اه يا دكتور ابص ايدك، اديها اي حاجة. هي ماما حلوة ان شاء الله. بتقول حاسة بحاجة نغزة رخمة كده في رخمة في السن. مالك يا دكتور؟ امسك يا استاذ. مالك؟ لو سمحت. نهار اسود. قالت لي خد الحباية قبل ما تنزل. مين دي؟ يعني خدها. مين دي؟ خطيبتك؟ خطيبتك؟ مرات حضرتك؟ حضرتك امسك. نهار اسود على اليوم الطين. مالك؟ يلا ماما حلوه. انا اللي مش حلو. يا نهار اسود. انت حلو. طب اجيب لك حاجه؟ اجيب لك حاجه؟ فسحني حاجه. مالك يا دكتور؟ انت هتنام جنب امي؟ يا دي دي برتاوي. حاسس بايه طيب؟ افتحوا الشبابيك افتحوا الشبابيك. طب في دواء انزل اجيبه لك. هيثم. ايوه سمر. هيثم وسمر، ده دواء جديد؟ يا نهار اسود ومنيل، الدكتور بيتحول. الحقني يا شكري. جايب لي الدكتور بيموت يا شكري. معلش معلش يا عندليب، خش انت بس جنب الحاجه وانا اجيب لك دكتور تاني حالا. ما تجيبش حد تاني. ماما حلوه ماما حلوه. الحمد لله يا يما، الدكتور خد الشر وراح. انت بقيت كويسه دلوقتي؟ اسمع يا واد يا فوزي، عايزه اقول لك سر مخبيه عليك السنين اللي فاتت دي كلها. سر ايه يما؟ ابوك عوض مش ابوك. يا نهار ازرق، امال مين ابويا؟ ابوك اسمه فايز الخبيري. طب ما انا عارف ان ابويا اسمه فايز الخبيري واسم الشهره بتاعه عوض. ما هو ده السر اللي خباه عليك عوض، عشان ما تعرفش انه جوز امك وتتعقد يا حبيبي. يا نهار اسود. ده يا ابني كان راجل خليجي، ابوك شافني عن طريق عوض ابن عمي. كنت صغيره وحلوه
بس وقعني في هواها وعرض عليا الجواز. اصل مراته الخليجيه دي ما كانتش بتخلف، لكن لاجل الحق ابوك كان شايلني على راسه شيل. اتجوزني وفعلا حبلت لحد يوم الطلق ما جه وطلبني الاسعاف. ما انا كنت تعبانه قوي. استر يا رب، استر يا رب، استر يا رب. لا تقلق لا تقلق، كل شيء يصير تمام بابا فايز. طمن يا شيخ فايز، هي البكريه كده دايما، هدي اعصابك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. مبروك بابا فايز، مبروك مبروك، جالك ولدين زي القمر. كيف اتنين؟ ما رضيتش بقى اروح اعيش معاه في الخليج، ولاجل العدل هو خد اخوك فواز وانا خدتك يا فوزي. من اسبوع بعد سفر ابوك باخوك سمعت ان ابوك مات من سواق تاكسي كان بيسوق له في مصر. بعديها انقطعت اخبار اخوك، وبعدين بقى اتجوزت عوض ابن عمي. انا مش فاهم حاجه خالص يا ام. دور على اخوك يا فوزي وشوف ورثك يا ابني. فوزي مالك يا ام، انت حاسه بحاجه؟ باين عليا هفيص يا فوزي. لا تفيصي يا ام فوزي، بلاش الكلام ده والنبي. دور على اخوك يا فوزي، حط ايدك في ايده، انتوا مالكوش غير بعض يا حبيبي. ها ثلاث شهور بلف على السفارات ان الاقي عنوان لاخويا، ما لقيتش، بفكر اتبرى منه واخلص. فوزي مفاجاه، فوزي مفاجاه، مفاجاه. ايه هي؟ حصل فزر، جبت لك ايه؟ المكنه اللي بتشيل شعر المناخير. بقول لك مفاجاه جدع، مفاجاه يا عم. ايه هي؟ تليفون اخوك وعنوان شغله. تكلم بجد؟ يا فرج الله، والله ما مصدق، والله العظيم ما مصدق، ما مصدق. اللي انت عملته ده بس على المهم، ما تقلقش انا حافظه. المعلومات اللي انا جايبها دي جايبها من واحد صاحبي سواق عند واحد لواء جامد قوي في الداخليه. اخوك اسمه فواز الخبيري، رجل اعمال جامد قوي، عايش في دبي او في الامارات انا مش متاكد. نعم، على المهم الف الف مبروك يا فوزي. الله يبارك فيك يا صاحبي. بس ما تنسناش بقى فوزي. يا جدع عيب انساكوا ايه؟ ده انا همحيكوا من ذاكرتي. عيب عليك يا جدع. يا جدع عيب ايه؟ تحرقوا بجد كده فوزي؟ انت صدقت؟ يلا ده انتوا اخواتي، انا خلاص هعمل الشريط اللي بحلم بيه وهعدي. يبقى تدفع الفلوس اللي عليك يا فوزي طالما عديت. انت كنت سامعنا من الاول؟ اه. فلوسك هتاخدها على الجزمه. جزمه صندل بس هاتها. معاك تليفون؟ معايا. بيكلم محافظات ولا لا عشان اكلم دبي؟ بيتكلم. ايه التليفون الحقير ده؟ ده تلاقي اخويا في دبي مديلك الكلب بتاعه. حافظ النمره؟ ايوه فنان. اخلص اخويا. وحشني وحشني وحشني. اتفضل عند ليه. مرحبا. حد رد؟ لا انا بجرب عشان لو رد، بس هو حاليا بيرن 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 بيرن. الو سوري، لا انا مديرة اعماله. الخدامة يعني. اجري يا بنت وقولي لسيدك فواز بيه ان اخوه سيدك فوزي بيه بيكلمه من الدقي. اه اقول اسمك؟ اه يا ريت. والنبي اخليها بعدين. بنجوا الغزاله اللي هيصطادها وكتفوها، خلوه يصطادها، خلونا نخلص بقى في اليوم ده. يلا يا جو. نعم. جبت الغزاله اللي هصيدها؟ جبنا غزالتين سعادتك ومدربين على الصيد. اوكي. صبتها. انا شايف الغزاله طاحت وماتت يا جو. ماتت وشبعت موت يا فندم. لكن ليه انا اتخيل انها تتحرك شوي؟ دي حلاوه الروح يا فندم. والله المره هذه في القلب عشان ما تتحرك. هلا هلا يا فواز، هلا هلا يا فواز. Good morning مستر فواز. ايش فيك يا جمانة؟ مستر فواز تليفون مهم لحضرتك من واحد بيقول انه من الدقي، بيقول انه اخو حضرتك. ايش دقي وايش يا اخوي؟ انا مالي اخو. الو الو يا فواز،
يا حبيبي انا اخوك فوزي، انا هبكي يا فواز والله هبكي. انصحك ما تتكلم مره ثانيه. هاي انت ما تدري ايش في يدي. اها طلقه واحده ما تلاقي ودانك ولا نفوخك. ايه يا فواز الاصوات الكتير دي يا حبيبي، انت بتكح؟ لا خد بالك من نفسك. ايه لا 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 لا، المبلغ مش كبير تافه. الولد السواق انا كنت في المصيف ففاضل له كام شهر من مرتبه. ما فكرتنيش ليه في المصيف؟ ما انت عارف مكان المصيف. ايوه اوكي ابعتهم كلهم او الباقي ياخدوه اهله غلابه فقر. طب يا حبيبي اسبوع. اوكي باي حبي، باي. اسبوع فلوسك تبقى عندك على الجزمه. نستحمل اسبوع، هات الموبايل. طب ما تخليه معايا واجيبه لك مع الفلوس. اقول لك هات الموبايل. خد يا رب الشبكه تفرقع في وشك. طبعا يا ابو الفوز اخوك فرحان موت انك كلمته. اكيد يا ابني ده الدم بيحن. الدم بيحن لدرجه انه قفل السكه في وشي. شفت؟ مش قلت لك الدم بيحن؟ بقول لك يا فوزي إيه؟ احنا ممكن نحاول نجيب نمرته ونتصل بيه. ايه ناقص غباوه؟ ما هو خد التليفون ومشي. الحل الوحيد يا فوزي انك تسافر له. سافر له، شايف حق التذكره في جيبي والفيزا وكله تمام. اعمل ايه يا ربي؟ بصوا يا جماعه انا هفكر في البيت واكل الاكل دوت وربنا يسهلها ان شاء الله. انا محرج قوي يا جماعه، بصراحه محرج. اول مره استلم فلوس بصراحه، وانت عارفين شعوري فنان مختلف عن الحيوانات اللي زيكم صح؟ انت مالك بس؟ الان من ايه؟ ولا الان ولا حاجه. انا هقول انا عايز فلوس اروح لاخويا فواز في دبي. فيها ايه؟ مش هيحرجني صح؟ عادي. لا انا متوتر بصراحه. لا فوزي ده خالك وخال والد. لا اصل هو بصراحه مش خالي لازم، يعني هو امي ولاد خاله، فده يعتبر خالي؟ ايوه طبعا ده كده يبقى خالك لازم. طب الحمد لله. انا متفائل والله متفائل. بقول لك ايه، اطلب ال 4000 بتوع التذكره ولا اطلب 76 عشان لو نزلهم شويه اخد 500 جنيه وما بقاش خدت اللي انا عايزه. يا عم ده خالك، خليك جريء جريء. يا عم الجريء يا خالد. فوزي انا مش فوزي، انا مختار. تصرف جنيه في اسبوع يا ابني الجن؟ ليه؟ بعمل ايه انا عشان تصرف جنيه في اسبوع؟ ايه ده؟ خش يا خالد. انت غلطان ايه؟ انا خايف من شكلك انت. ايه يا خالد ايه اللي انا شايفه ده؟ الواد صرف جنيه في اسبوع يا فوزي. صرف جنيه في اسبوع يا فوزي. صرف جنيه في اسبوع. ما دي التربيه البايظه، لو كانت اللمبه المحروقه دي ربته ما كانش جرى اللي جرى. اكيد بيشرب سجاير، انا اروح اشوف مين شرب نص سجاير. خد يا انت عايز ايه؟ طب مش امك بعد الجهاد وخلاص تمام؟ ما انا عارف ان امي ماتت، انا عارف، بس انا قلت يعني بيقولوا الخال والد، قلت يمكن. انت مش من اي حد، مش من اي حد. انا ماليش غيرك يا خالد. امال عايز ايه؟ عايز بصراحه، عايز قول لي الحقيقه، عايز ايه؟ بصراحه انا عايز 4000 جنيه اقطع تذكره واروح دبي. انت بتستخبى يا ده في ناس كتير قوي جوه. انت بتستخبى يا اللي عايز تروح دبي؟ اول مره انا هديك الفلوس يا حبيبي. عايز تروح على دبي يا خالي؟ دبي. انا اوديك دبي. طب اسلم على مرات خالي. لا اوديك دبي الاول. لا بس دبي مش من هنا. والله توحشنا يا فوزي. والله انا اللي كل حاجه هتوحشت يا محروس، بس انا ما كنتش اتوقع ان انت تبيع موتوسيكل اللي حيلتك عشان تجيب لي تذكره الطيران. ما تقولش كده يا جدع، ده احنا اخوات، وغيرت لك يا عم 50 دولار موجودين عندك في الباسبور. ربنا يخليك حبيبي. مفاجاه يا فوزي. إيه؟ الجمعيه اللي كنت عاملها عشان اظبط اجهزه الصوت بتاعتي حلال عليك يا عم. يا جدعان لو ليه اخوات مش هيعملوا اللي انتوا عملتوه. انا بقى نفسي اوصيكوا وصيه، كل يوم تيجوا تسقوا الزرع. ما تعرفوش الزرع بالنسبه للفنان ايه؟ احتياج الزرع للفنان زي احتياج الشوربه للحبان بالظبط. ارجوكم تيجوا تسقوا كل يوم. طب ايدك على المفتاح بقى عشان نسقيه. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. لا انا ما بحبش حد يدخل البيت وانا مش موجود، وانا ما بحبش الزرع اصلا. انا عمري ما بحب الزرع. يلا يلا. توحشوني والله. سلامة يا فوزي حبيبي. حبيبي بقول لك يا فوزي، والله اول ما توصل دبي شوف لي اي شغلانه في شركه ادويه، لان المصنع اللي انا فيه بيتسكر. شغلانه ايه ده؟ انا خليك صاحب شركه ادويه حبيبي. فوزي انا عايز اطلب منك طلب صغير. عيوني عارف مايكات وعده الدي جي، هخليك ملك. لا لا بالنسبه للجمعيه اللي انا اديتها لك فوق. أمي. كنت محتاج منها 200 جنيه بس عشان امي سالفه فلوس من خالتي. لا لا طالما سالف لا، وبعدين اللي انت كفتهولي كتير بصراحه. سلم لي على الحاجه وخليها تدعي لي. ها معلش في 500 عشان المصاريف بتاع اولاد اختي اطفال. يا فوزي على اطفال لازم يتعلموا، لازم يتعلموا. اتفضل يا عمي ربنا معاك. فوزي معلش انا في 125 عشان انا محكوم بمعاد شحن المحمول بتاعي. خد الساعه بتاعتي. لا لا خد الساعه. هي دي المفاجاه، هي دي المفاجاه اللي انت عاملها لي. فوق على دي صداقه. انا عايز اقول لك حاجه، اي حد يطلبني في فرح في حفله انا ما سبتش البلد. ها انا رايح رحله علاج في ساحل العاج.
اتفقنا؟ اه جدعان جبتوا التوك توك؟ طبعا عندليب اتفضل. وده هيكفينا احنا الثلاثة؟ مش ده فوزي ده سواق التوك توك اهو. مؤاخذة لا مؤاخذة، سواق ايه ونيلة ايه؟ تعمل التوك توك على قدك، امال الزباين تركب فين؟ يا عم اتاخر شوية. حرق اسود ومنيل. باي باي يا مصر، باي باي يا مؤاخذ. يا عم مش عارفين نركب الداخل يا اسطى. Good morning, Mr. فواز. Good morning. الموظفين مستر فواز يبغون يقدموا التعازي لحضرتك عشان الذكرى السنوية لوفاة المرحومة زوجتك. سندس زوجتي الحبيبة أمي زين، والله تركتيني.